يتحداها ويقول لهم لا تخافوا يا شعبي علي. نقف اليوم هنا في هذا المكان لنؤكد للعالم كله أن شعبنا الفلسطيني الحر اليوم يقف وقفة واحدة من وراء أسران البواسل في سجون الاحتلال. نائل البرغوثي، هذا الرجل العملاق الذي أذهب زهرة حياته في سجون الاحتلال، اليوم بالأمس يعيد الاحتلال الصهيوني بالحكم الأول وهو مؤبد زائد 18 عاما، يعيد الاحتلال ذلك المؤبد مع 18 سنة. لنقول للعالم، كل العالم، هذا الكيان الصهيوني الغاصب، هذا المحتل العنصري، هذه العصابات الصهيونية التي تعيث في الأرض فسادا، يتزامن ذلك أيضا مع قاتل الشهيد البطل الشريف أخونا هذا الذي قتل بدم بارد أمام شاشات التلفاز في العالم. هذا الجندي الصهيوني يقتله أمام العالم وأمام شاشات التلفاز، وكأن هذه العصابات الصهيونية تتحدى العالم. لا قانون ولا نظام. فإننا نطالب المقاومة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام بالإسراع بإنجاز صفقة وفاء الأحرار. وفي هذه المناسبة أيضا فإننا نطالب ونناشد إخواننا الأشقاء المصريين الذين رأوا اتفاق وفاء الأحرار رقم 2، هؤلاء الذين رأوا اتفاق وفاء الأحرار رقم 1، إن شاء الله رقم 2 طلعت هيك، إن شاء الله هؤلاء الأشقاء المصريون الذين رأوا صفقة وفاء الأحرار رقم 1 أن يقفوا موقفا شجاعا، موقفا قوميا وإسلاميا، أن يتحدثوا وأن يجبروا هذا الاحتلال الصهيوني، هؤلاء الذين حرروا في صفقة وفاء الأحرار والذين رأوا هذا الاتفاق، عليهم أن يجبروا هذا الاحتلال بالإفراج عن كل هؤلاء الذين أعيدوا إلى سجن الاحتلال الصهيوني. شعبك بيستنى فيك، شعبك بيستنى فيك، لا إله، لا تحتار، لا أسير، لا تحتار.